والله نحن ما بيلتقى عنا اوقات. انا ما بيلتقى معي حق ستير، ما معي ولا البترن. بيجي لاجيب ستير وما بهكل همه، ما معنى. والله كل الصيف ضلينا والله نعبي من عند الجيران نقطة مي، ما احسن نجيب. غسلته للجب يعني نزق وصب، ما صبيت فيه، تركته للمطور، ما معي. بنشرب منها وبنجلي ونكنس وبنمسح وكل شغله منها. نحن هون يعني كان عندنا ميت وصلنا من حيريم عن طريق المحطات، ولكن يعني خربك اخيو باول الثوره، الحكي بال 2011 2010 خربك، ولحد الان عم نناشد جميع المنظمات، عم نناشد جميع الدول اخيو، بس انه يساعدونا بمرحله المي. لانه ليش عم نروح الحطب؟ يعني بنروح الحطب بنروح بنشتغل من الصبح للمغرب، دوبنا نوفي حق الخبزات، فهمت علي شلون؟ يعني مثلا بنروح نجيب الحطب مثلا 20 ليره 40 ليره، فهمت علي شلون؟ يعني ما بتاديك معيشه، وصار يجي المي فوق منا كارثه. هذا جب أسري روماني ما حدا بيقدر بعد مثل حكيته اليوم. البلد هاي فيها 360 جب، لكن في كل قرنة في جب جبين. الضيعة كانت تورد على جب، كل نهار يشربوا من جب، يخلص هاد ينتقلوا على هاد. 360 حتى تكفيهم السنة كاملة. العالم عم بتعاني كتير، والعالم عم بتدفع شيء كتير. يعني أنا ما بقدر بقول لك مش قد البرميل بيوقف اليوم على المواطن، ومش قد الصهريج. صهريج تركتور بخمسة عشر برميل بيجيبوا بمية ورقة، بمية وخمسين ورقة، ميتين ورقة، ما عادش قد بيحطوا.